السلام عليكم أصدقائي، كل عام وأنتم بخير. اليوم طبعا بعيد، ويعني اليوم قررت أنه أخرج من البيت باتجاه البحر، على الرغم أنه اليوم يعني ما فيش عندنا نحن قهوة، دوام جامعات مدارس إلى آخره. أنا الآن في منطقة أركاديا، وزي ما انتم شايفين انا بالجاكيت، طبعا شتاء الان، يعني شتاء الخفيف على البحر، يعني الناس قليل لانه زي ما حكيت الدوام، و الجو طبعا درجة حرارة تقريبا حوالي 14، إلا أنه تطلب جاكيتي، يعني في هوا شوي. نعم، بنعمل جولة إحنا وياكم في منطقة أركاديا. طبعا خلفي هون في العمارات اللي خلفي، قبل بجوز حوالي سنتين اشتريت شقة هون في هذه العمارة اللي خلفي. المنطقة هنا جدا يعني تعتبر من المناطق الغالية، تقريبا تقريبا 1000 دينار أردني المتر المربع، أو ما يعادل 1350 دولار للمتر المربع، 1350 دولار للمتر المربع. طبعا الآن ساكن فيها ابني. هذه العمارات طبعا بناها رجل أعمال سوري، وتحت مسمى شركته اسمها الكدور. طبعا هنا بيسلموا الشقق بدون كسارة، بدون أدوات صحية، بدون بلاط، بدون مطبخ، يعني عضب بيسلموها، وأنت بتعمل صيانة وبتجهزها بطريقتك الخاصة. نعم، تقريبا 1350 دولار المتر المربع. زي ما انتم ملاحظين بجهزوا للصيف في يعني بعض الاماكن، بلشت الان يعني تصبح جاهزه. البارح كانت درجه حراره افضل، البارحه كانت درجه حراره افضل بكثير من الان، والجو يعني كان نقول يعني اجواء صيف. اليوم لا، اليوم في شوية برد، وأنا طبعا زي ما انتم شايفين لابس جاكيتي، والبحر مموج زي ما بيقولوا، هائج. نعم، قبل 30 سنة، طبعا احنا بنحكي عن سنة 1986 85، كان أول مرة باجي فيها على البحر بالصيف، كانت هذه المنطقة، منطقة أركاديا، وكان معي روس، كنت بسنة اللغة، كان معي روس، طبعا روس متعلمين سباحة جيد، منطقة بحرية ديسة، هنا قليل ما تشوف واحد ما بيعرف يسبح، وكانت سباحتي يعني على قد ضعيفة، فجيت لهون. وعن هذه المنصة، منصة الباطون هذه، طبعا هنا العمق تقريبا 4 متر، 4 متر عمق المية. عن هذه المنصة أقنعوني إنه يعني أقفز في الماء، وقالوا لي قلت لهم أنا طبعا ما بعرف أسبح، قالوا لي ولا يهمك، ما في مشكلة، إحنا بنساعدك. وأنا بصيح انه انا بغرق يا جماعة، يا ناس، يا امم، يا عالم. لكن للأسف الشديد يعني، وطبعا بعيد عن الشط بالنسبة لي كان بهذاك الوقت. الان طبعا تعلمت السباحة الحمد لله، و يعني بامكاني ادبر اموري. هذه المنصة من قبل حوالي 30 سنة لم تتغير تقريبا، يعني ما فيش عليها أي تغيير، أبقوها
طبعا هذه المنطقة منطقة أركاديا تم تجديدها وتحسين يعني الواجهات كاملة وتم بناءها بطريقة أخرى. هذه العمارات اللي أنتم شايفينها أمامي ما كانش موجود منها على زمن الاتحاد السوفيتي ولا إشي. نعم ولا إشي. الآن واللي أمامي هنا اللي هو ما يسمى بالإيبتس، وهذا طبعا في مسابح في الداخل، وأنا طبعا ممكن بالصيف إنه أجي لهون، يعني بس يبلش الصيف بالنهار أجي أحتسب قهوة هون وأوريكم يعني الديزاين تبعه من الداخل. بيكون في أمم كثير تم يعني أخذ هذه المنطقة اللي هي على الشط وتم بناء هذه هذا المقهى. طبعا بيجوا موسيقيين، احتفالات إلى آخره، يعني يعتبر كمنتجع. نعم على الرغم زي ما انتم شايفين انه ما في شمس، الا انه يعني الاجواء فيها شوية برد لكن مش كتير، يعني جاكيت هيك خفيفة تمشي الامور. حتى اليوم انا شفت في بعض الناس بالتيشيرت طالعين وبشورتات عادي، في ناس لابسين في ناس لا. طبعا منطقة أركاديا يعني بالزمن الاتحاد السوفيتي كانت يعني تشتغل، المحلات اللي كانت هون تشتغل فقط في فصل الصيف. الآن أصبح الصيف صيفا شتاء شغال، لأنه كل الخدمات موجودة هون. بالصيف طبعا تصبح مكتظة بشكل مش طبيعي، يعني سياح من كل أوكرانيا من دول أخرى بيجوا لهون، بيجوا على منطقة أول مكان بيجوا اللي هي منطقة أركاديا. طبعا الأسعار خيالية هون مش سهلة، الأسعار غالية. نعم أسعار غالية. نعم طبعا قعدات مع مسابح في الداخل، يعني ممكن مع بداية الصيف أجي لهون ونوريكم الأجواء، بس الدفة شوي يعني. المفروض من الآن صيف، لكن للأسف لحد الآن مرة بتشمس مرة لا. يعني امبارح كانت الوضع ممتاز جدا، اليوم سيء، اليوم سيء. نعم ناس كثير ما فيش جوا، الإيبس من الداخل. هذه بس يبلش يعني السيزون أو يبلش فصل الصيف يشد، الناس اللي بتيجي هنا بتستلقي على بتاخذ تستأجر أحد هذه الفرشات أو المقاعد، ومع المظلة تستأجرها تقريبا حوالي ما يعني تقريبا حوالي $20 كل واحدة، و بتجلس تستمتع في أشعة الشمس. أجواء جيدة إلا أن الآن طبعا فاضي. طبعا خلفي المقاهي والقعدات الأخرى مع المسابح، و كما شايفين البحر مباشرة. الآن بجهزوا تقريبا موقفين الشغل، يعني بجهزوا ما فيش حركة ناس نهائيا، مش شايف أنا حركة ناس، مسكرين كل إشي، بجهزوا هاي مسكرين الطريق كامل، مسكرين الطريق، جهزوا هذا الستاف اللي عندهم، الستاف الإيبس. في فصل الصيف طبعا هذه المنطقة ليس منطقة عائلية، يعني نقول سكن عائلي صعب. ليش؟ لأنه بيكون صخب شديد في الليل، صخب شديد، موسيقى، حركة ناس، سيارات إلى آخره، وبالتالي لا تعتبر منطقة يعني مريحة للسكن. يعني طلع هذه
العمارة اللي أنا حكيت عنها مش بعيد من هون حوالي 300 متر فقط. طبعا كان المفروض أنا طبعا وديت مرة أخرى، الآن اليوم الجامعات طبعا شغالة، وديت بنتي للجامعة وعلى أساس أنه بدي أستنظرها ساعتين وأرجع أخذها. فقلت يعني أعمل مشوار لهون باتجاه منطقة أركاديا، مش بعيدة عن الجامعة اللي تدرس فيها، وأعمل جولة معاكم كالعادة. هدوء تام. هذا الحجي والحجية حب من جديد زي ما بيقولوا، صور وجولات مع بعض، الوضع نار يعني، وضع 2-4-2. نعم. نطلع إلى منطقة أخرى، إلى منطقة أخرى، مقهى إيتاكا اسمه. طبعا بفصل الصيف بيكون جدا، لما بتشد الحركة بيكون جدا مكتظ أيضا، لكن يعني هنا في منطقة أركاديا أفضل مكان للجلوس بهدوء هو لما يكون عدد الناس لسه قليل. زي ما انتم شايفين بيجهزوا لفصل الصيف، بيجهزوا لفصل الصيف. من الداخل إلى آخره. نعم، جهزوا لفصل الصيف. إيتاكا كاسكا. Можно поснимать? Да. Да. Вам бежать на фасад сейф, чтобы нам еще гарь, вода еще. Да. وهذا طبعا على جنب البحر من هون، وهذا المبنى ايضا تابع لهم، ايضا مبنى تابع لهم. نعم. اجواء جميلة على الرغم انه شتاء، ستة مسابح. مرة أخرى بجهزوا زي ما انتم شايفين تجهيزات لغاية الآن، تجهيزات صيانة. كل مكان تجهيزات. نعم. هذا طبعا منطقة مخرج على البحر بس للعامة، يعني للي ما بده يدخل على مقاهي على آخره بإمكان يجي على هذا الشط، اجلس طول اليوم ما حدا بيبرك. طبعا بيكون فيه ممدات إلى آخره، بحطوا فيه ممدات ممكن إنك تستأجرها أو بتجيب معك زي ما بيقولوا إحرام إلى آخره، سرسف بتمده وتقعد بهذا الشكل.
ينظفوا فيه طبعا من هاي معاه جهاز كشف عن الحديد. طبعا نحاول نخرج من هون بطريقة الكيلو باترا أو يعني ديزاين زي كأنه يعني ديزاين مصري هون زي القلاع. أنا طبعا من خلف الإيتاكا من الخلف بيهتموا هون كثير بالمقاعد والمجالس الخشبية. وين ما لفيت راسك بيكون في عندك مقعد في الظل إلى آخره. يعني تجلس تحتس فنجان قهوة لوحدك تقدر تقوم من أي مكان. هذه مقاعد زي ما شايفين مقاعد في كل مكان. طبعا مطعم جورجي صيفي بفصل الصيف لما مرة أخرى لما ترتفع درجة حارة شوية يصير في حركة كثير في هذه المنطقة بيكون مقطب بيكون مقطب. أكله طيب ويعني أسعاره معقولة أسعاره معقولة. الإيتاكا هذا طبعا الإيتاكا من الإيش من الخارج. وأنا بيجي مغنيين حفلات إلى آخره. طبعا هذا هو يعني وقت شغله اللي هي فصل الصيف من نقول بداية شهر 5 إلى تقريبا نهاية شهر 9. باص كهربائي هذا تقدر تنتقل فيه تتنقل فيه مع طول الشط. حتى في بعضهم بروح لنص المدينة. إذا هون يعني بيعولوا دائما بيجهزوا بيعولوا على قصر الصيف كثير لأنه منطقة سياحية. أديسا منطقة سياحية. مطاعم زي ما أنتم شايفين لغاية الآن. طبعا هذا لو كان الجو صيف صح يعني كان ما بيكونش ولا كرسي فاضي، لكن للأسف الشديد فاضي الكراسي كلها فاضية. لحد الآن ما في حركة سياحة. فيش حركة سياحة نهائيا. يعني لغاية الآن بعد المجتمع المحلي يعني يتحرك. ومرة أخرى هي يعني بسبب البرد. بسبب البرد. بسبب البرد. هذه ألعاب طبعا إلى آخره. طبعا منطقة أركاديا راح أجي لها إن شاء الله أكثر من مرة إذا يعني الحين أحياء نجي لهون راح يعني نوريكم الأجواء فيها. هذه من أحد العمارات الأولى اللي انبنت في هذه المنطقة وكانت الأسعار ممكن حتى أغلى من الآن. هذه بيسموها غرفة الرعب. تدخل جوا مفاجآت مرعبة للأطفال طبعا. هذا سيارات إلى آخره كهربائية. طبعا مغطيا طبعا
الأجهزة والألعاب هذه مغطينها من اللي إيش من الشتاء لأنها كهربائية. سيارات إلى آخره كهربائية. هذا هو الأكوا بارك، الألعاب المائية تبلش من هذا المبنى. هاي أنابيب طبعا بينزلقوا فيها مع المي. أنا جاي عبالي الآن فنجان قهوة، ندخل هيك في مكان نشرب لنا فنجان قهوة معاكم، نشوف كيف الأجواء. ندخل نشرب لنا فنجان قهوة مع بعض. على الرغم مرة أخرى على الرغم من الشتاء لأن الجو جيد، بس بده جاكيتي خفيفة، جاكيتي خفيفة. بيهتموا هون كثير بالديزاين المحلات إلى آخره. يعني مثلا شوفوا هذا المحل كيف، الآن راح أوريكم إياه كيف عامل المدخل. ورد، مش مخلي ورد، بقولوا هذا مدخل لمحل، مش مخلي ورد إطلاقا. أمامي هون الميري بيري، والميري بيري يعني معروف إنه شركة عالمية، بتعرفوا إنه شركة عالمية منتشرة في كل العالم وفي الشرق الأوسط أيضا موجودة. هذه العمارة اللي حكيت عنها أول عمارة انبنت تقريبا لأغراض السكن في منطقة أركادي هون، بعد يعني بعد ما بلشت منطقة أركادي تعتبر منطقة سياحية وبلشت عمليات تصدير. طبعا كل هذا اللي انتم شايفينه الآن تم يعني استحداثه جديد، وكثير من يعني أهالي أديسا الأصليين كانوا معارضين على فكرة تغيير أي حجر هون، أنك تشيل حجر من هذه المنطقة وتغير معاني المنطقة، طبعا كان بالنسبة لهم غير مقبول، غير مقبول. وأيضا في كثير من يعني الناس سكان أديسا الأصليين ضد العمارات العالية، ضد عمليات البناء العشوائي. يعني كل هذه العمارات اللي انت شايفينها كثير من سكان أديسا معارضين عليها بالشدة، إلا الجيل الجديد بقول لك يعني مش فارقة معه، لكن الناس القدامى بقول لك إنه كل هذا عبارة عن تغيير لملامح المدينة العريقة زي ما بقولوا. وهذا القزاز والزجاج والكراتين هذه يعني غير مقتنعين فيها إطلاقا، لا يحددوها. إلا أنه يعني مع الوقت بلش يتفهموا أنه يعني لا، نحن في عصر آخر و يعني في متطلبات أخرى للراحة. بلشوا يعني في بعض الناس تفهم، لأنهم ما زالوا ضد العمارات والمباني والأبراج العالية، وبيعتبروا هذا يعني تغيير لملامح المدينة. و كثير منهم يعني بيقوم في مظاهرات إلى آخره لما بتبلش عمليات البناء. يعني على شكل قارب هيك عاملين إيش حوض للورد، و يعني جميل جدا. هذه طبعا النافورة بتشتغل بفصل الصيف بشكل دائم،
بالليل طبعا بتكون هون الأجواء ممتازة جدا، إضاءات، ولكن مشكلة هذه المنطقة بالليل إنها بيكون فيها صخب شديد، يعني موسيقى من كل جانب، وعدد الناس بتكون كثير جدا، عدد الناس كثير. نعم. وين ما لفيت راسك كونه في ايش؟ في مقاهي. المشكلة في هذه العمارات اللي فوق، اللي الزجاج، هذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، إشكالية كبيرة. كل المواطنين، بلاش نقول كل المواطنين، 70% من المواطنين هون معارضين على هيك نظام بناء، أبراج إلى آخره. نعم. بس خفيف. شتاء خفيف. مقاهي في كل مكان. هذا المقهى جلست فيه أكثر من مرة، مقهى جميل جدا من الداخل أيضا، مقاعد، بدك تستريح تقعد تشرب قهوة في الخارج ممكن. مكتوب هنا على المدخل أوديسا بالروسي طبعا. هذا طبعا مطعم، ايضا مطعم جورجي. الان خارجين من منطقة او من منطقة اركاد، لازلت انا طبعا في منطقة اركاد، لكن هذا هو منتجع اركاد اللي كنت انا فيه الان. هون طبعا الباصات الى اخره، استكاسي السيارات، بامكانك تستخدم الكهربائي، تتنقل إذا مشوارك مش طويل، والتكاسي موجودة، الباصات موجودة. طبعا من هذه المنطقة لحد بيتي في مركز المدينة اللي أنا ساكن فيه، طبعا هذا هنا ساكن ابني، أنا ساكن في مركز المدينة تقريبا حوالي نحكي عن 5 كيلو 6 كيلو من هون، 5 كيلو 6 كيلو من هون. زمان لما كنت أدرس نقول معهد التكييف والتبريد، أو كلية التكييف والتبريد، أو جامعة التكييف والتبريد، كنت ساكن في المنطقة على الجبل فوق اللي أمامكم. الآن طبعا تغيرت ملامحها، كنت ساكن في سكن الطلاب، وكنت بعدني مش متزوج طبعا. الآن كل هذا عمارات جديدة، لكن ما زال السكن موجود على شارع اسمه تينيستا، شارع جميل جدا، أشجار، هواء نقي، قريب من البحر، ممتاز جدا. هذه المنطقة اللي على الجبل أمامكم كنت أستخدم اللي هو القطار الكهربائي رقم 5 حتى نصل لمركز المدينة، وما زال يعمل، هاي يدخل يعني وصل كل 20 دقيقة، كل حتى 15 دقيقة، 10 دقائق بيجي، بسموه هنا ترام أو ترامباي. هاي وصل للمحطة، بيمشي على هذه السكة الجميلة. طبعا نظامه بعد نظام الاتحاد السوفيتي القديم، يعني ما تغير عليه شيء لغاية الآن. هذا القطار طبعا اطلع في له ملامسات، بتلامس أسلاك معلقة من الأعلى، معلقة على طول الخط،
خط سكة الحديد هذه، والسعر أو التنقل فيه طبعا رخيص جدا، تقريبا حوالي 5 جنيه، يعني أنت بتحكي عن 10 سنت 15 سنت فقط. المحطة الأخيرة، ثم بعد ذلك بتوجه باتجاه السنتر، باتجاه السنتر غاغارين. هذه العمارة اللي أمامكم مكتوب عليها من الأعلى هوتيل غاغارين أو فندق غاغارين، وغاغارين هو كان أول شخص سوفيتي خرج إلى الفضاء في مركبته، كان أول رائد فضاء في العالم. مسمى الهوتيل باسمه غاغارين. طبعا أنا مش راح أطلع فيه الآن، بدي أعمل جولة للأمام معاك وبعدينك منشوف. طبعا هذه وسيلة النقل، الكويس فيها انه في وقت الازمات هو بمشي على خط خاص فيه، يعني في ازمة ما فيه بسألش. ليش؟ لانه ما حدا ولا اي سيارة بتقدر تقف في طريقه، خلاص سكته معروفة، وبالتالي ما له علاقة ب يعني ازمة السيارات الموجودة على الشوارع، إله طريقه الخاص. لهذا السبب يعني أنت بتكون عارف إنه ممكن يصل بالموعد المحدد. أيوه بتحرك، وفي أسلاك من الأعلى زي ما أنتم شايفين، نظامه قديم جدا، بعده على زمن الاتحاد السوفيتي، ما تغير، بعده على زمن الاتحاد السوفيتي. طبعا هنا مكان لجر قاطرة أخرى، يعني في هذا طبعا قاطرة، وفي ممكن أنه يجر معاه قاطرة أخرى. هذه هي الأسلاك اللي بتكون ملامسة اللي هو الجهاز توصيل الكهرباء للترامباي. طبعا يكون على سنوبرسات على أساس أنه يظل دائما ملاصق للسلك. يعني لما وصلت لهون بال 85 86 بلشنا الدراسة هون، كنا ناخذ معانا من الأهل من هناك. طبعا ما كان في عمليات تحويل أموال بهذه السهولة، يعني كل شهر يجيك مبلغ، كنا ناخذ كل المبلغ معانا ونسافر. طبعا أنا متذكر يعني بأول 4 5 سنين كان أقصى مبلغ كنت أخذه من الأهل هو 600 دولار لطول السنة طبعا، والحكومة هنا طبعا الدراسة كانت ببلاش والسكن ببلاش، والحكومة كانت تعطينا اللي هو راتب ما يعادل، كانت تصريف بالسوق السوداء كنا نصرفه، ما يعادل تقريبا 15 دولار 20 دولار. وكانوا يعني للي ما معاه فلوس، يعني في كثير من الطلاب مثلا كان معانا طلاب كوبيين، كان هذا المبلغ يكفيهم، ما كان معاهم لا 600 دولار ولا 200 دولار ولا 100 دولار إضافية. يعني الأهل ما كان يعطوهم شيء، كانوا عايشين على إيش؟ على المبلغ اللي بتعطيهم إياه الحكومة، وكانت الأمور ممتازة جدا. كانت في هذاك الوقت تذكرة السفر من أديسا أو من الاتحاد السوفيتي من موسكو نقول إلى الأردن كانت تكلف 26 دولار فقط، يعني إحنا بنحكي عن 18 دينار أردني رايح جاي. طبعا الآن طبعا الأمور اختلفت، الآن الأمور اختلفت اختلاف كلي. نعم هذا هو الترامباي، طبعا لسه مغادر واحد، الآن رجع الثاني مباشرة، رجع الثاني غاغارين بلازا. الآن بطلع هون، يعني احنا لما كنا طلاب كانت هذه، وهذه طبعا على زمن الاتحاد السوفيتي، كانت منتجعات سياحية للمتقاعدين والناس اللي بتشتغل بالمصانع، ويعني يطلع له مثلا 20 يوم 30 يوم من شغله، كان يجي على هذه. طبعا هذه نقول مباني حكومية للقياصرة إلى آخره، منتجعات للقياصرة. لما بلشت الثورة الشيوعية
واستولوا على الحكم صاروا يستخدموها لعامة الشعب. ولما كنت أنا طالب كنت أدخل لهون أحيانا، أجي لهون في كان هون مطعم هيك بسيط، كنا أحيانا وكان بإمكاني أستأجر شقة بالمبلغ اللي أنا حكيته يعني $600 في السنة، ومع ذلك كان بإمكاني أستأجر غرفة هنا وأعيش يوم يومين ثلاثة إلى آخره، كانت يعني رخيصة جدا. زمان كان هنا مر من هنا تكون الكبار بالسن، الناس اللي تشتغل في المصانع، يعني كانت يعني منطقة فيها حيوية، فيها حيوية. الآن طبعا مهجور زي ما انتم شايفين، وليس مهجور يعني أنا شايف الباب فاتح بس يعني ما فيهوش حركة ناس، إلا أنه ممكن في فصل الصيف يعني بعد ما ترتفع درجة الحرارة شوية خلال شهر ممكن أو خلال 15 يوم يعني يبلش هذا المكان يعد بالناس. بناء على النظام القديم، هذه طبعا نافورة من زمن الاتحاد السوفيتي ما تغيرت. اطلع أمامك هون الأبراج، وهنا بعد ليش؟ لأنه ممنوع، هذا تراث ممنوع يتغير، يعني في ناس كثير بتعارض على قلت أنا عملية التغيير. هذه قاعدات وعاملين معرش دوالي قاعدات، طبعا فيش فيه اهتمام. ليش؟ لأنه ما فيش ربحية من هذا المكان، يعني مقاعد مكسرة للأسف. ندخل نشوف الأجواء من هون. حتى ما فيش اهتمام بالزريعة، يعني مش زارعين كويس، مش عاملين يعني مناظر جميلة في الورد، يعني ورد جاف. هذه الأسوار من زمن الاتحاد السوفيتي القديم برضو ما تغيرت، وهي تعتبر يعني هذه ساحة قصر قديم جدا، احنا بنحكي عن 150 160 100 سنة إلى آخره. نعم، بهذا الشكل. خلف العمارة هذه كنت ساكن في سكن طلاب كطالب، في طبعا سكن تكييف والتبريد. التحضيري سنة اللغة كانت في سكن آخر، يعني أنا وريتكم في أحد الفيديوهات قبل هذا الفيديو، وريتكم أنه كنت أنا ساكن على شارع اسمه شفشنكا، بروسبكت شفشنكا، وكنت أدرس اللغة في البوليتكنيك البوليتيخ، يعني تقريبا نقدر نقول ترجمة إلى البوليتكنيك. ثم بعد ذلك بعد ما أكملت اللغة جيت طبعا طلبت أنه أتخصص في مجال التكييف والتبريد، وسكنت خلف هذه العمارة اللي أمامكم، البرج اللي أمامكم. مطعم ريستورانت أرينا، هذا طبعا واحد اشترى هذا المبنى وعمله بطريقته وحوله إلى مطعم، حوله إلى مطعم. مكانه مخفي شوية لكنه يستخدم هذا للأعراس، للحفلات، بيجوا بيحجزوا، وأكيد بهذه الطريقة بيحصلوا على يعني الأرباح المطلوبة. مخرج من هنا طبعا باتجاه الشارع، بيهتموا فيه خشب 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 زي ما انتم ملاحظين، ممر جميل جدا. من الخشب، ثم امامنا ناطحات السحاب، ومرة اخرى تدور اللي هو كما ذكرت رجل الاعمال السوري، يعني عنده شركة بناء
وهو يعني أحد الناس اللي غيروا ملامح يعني هذه المدينة بشكل مرعب. نقول يعني كثير من الناس هنا ما بيحبوه الروس، على الرغم انه البناء الجديد مطلوب، يعني المفروض يكون في عملية بناء. ليش؟ لانه في ناس الان الجيل الجديد اتزوج، حصل على عمل، اتزوج، بده يستقل عن اهله. زمان كانت الحكومة هي اللي تبني، الان الحكومة ما بتبني شيء، يعني ما بتبني للناس. اشتري شقتك لوحدك، زمان كانت هي تبني وتوزع على الدور، يعني ما كان في ناس بدون نقول بدون سكن. نعم. بناء بناء، وين ما لفيت راسك بناء، أبراج أبراج إلى آخره. وهذا اللي بيخلي يعني المجتمع المحلي إنه يمتعض من عملية البناء الكثيفة. يعني أنا من الناس اللي بيستمتع بهذه الأجواء وهذا المكان، لأنه يعني نقول مكان الشباب. يعني أنا عشت في هذه المنطقة فترة الدراسة، وبالتالي في عشق خاص لهذه المنطقة، على الرغم انه يعني من البناء الحديث الى اخره، لانه في كثير من المناطق بقيت كما هي. من هذا المكان انهي هذا الفيديو، على امل اللقاء بكم في فيديو لاحق. ارجو يعني تفعيل الجرس وتعميم هذا الفيديو على الاصدقاء عندكم والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.